م. طيب في حاجه تانية مانشيت بتقول في كلمه الحقيقه صعبه قوي بتقول آه. جيلي اصبح مثل خيل الحكومه آه. تقصد ايه بالكملة دي طبعا خيل الحكومه معروف آه. الجيل بتاعي لما بيكبر بيعملوا فيه ايه اه ايه اللي بيحصل لخيل طب الحكومه مي الخيل بيطلق عليهم الرصاص مين نقدر آه. نقول اطلق عليكم الرصاص يعني مش بالضرورة بالفعل. بس مش بالفعل يعني بقول يعني. وخ... اصل انت لما تيجي تحسبي ان انا آه. كنت بشتغل كل يوم بيجي لي مسلسل. اه كل يوم بيجي لي فيلم. آه. كل يوم بيجي لي مسرحية. اه فجأة بتقل ال... ال... بغمض بصحى مفيش حاجة بتيجي من ده. امم انت بز... مهنتك فنان وممثل. اه هذه مهنتك وأنا يعني وانا اخرج المعهد العالي للفنون المسرحية. المسرحي. اه والزراعة برضه عشان الخلط. لا وعندك كمان ممثل مم. مش وحش لا انت ممثل رائع يعني بجد م... لك ادوارك الجميله اللي الناس بتحبها جدا طيب. ومن غير ما تعالي شوفي في كتير لك شارع المواردي آه. اقول لك أرابيسك آه. ممكن اقول لك حاجات كتير من اه يعني كتير يفسروها كده هو على الشاشه آه. وانا بمثل ايوه في ناس هيقعدوا هيعد... قدام الشاشه وهيتعلموا تمثيل مني ايوه انا طبعا هنا آه نرجسي جدا مم. هو بس ده ثقه بدافع ثقه بدافع في عن نفسك حقي. طبعا ثقه آه. في في نفسك وفي فنك وادواتك يعني. اه اه بس تقولي مين ثانيه واحده بقى طيب آه يا ريت حضرتك تاخد دايجستيف بيخسس <applause> تقولي على الاسم ده دايجست 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 اه, آه. في عندنا مانشيت بتقول فيه آه نعم شاركت في اعمال على حساب اسمي وفني هل انت عمرك شاركت في حاجه على حساب اسمك وفنك اكيد اكيد ها. يعني احيي شجاعتك وصراحتك في نفس الوقت يعني اصل واحد يجي يقول لي عشان خاطري وبتاع كده اه انت مجامل كتير مجامل على حساب نفسك اه احيانا م. في حاجه تانية انت بتقول المنتصر بالله بيقول يعني نجوم الكوميديا الجدد يتساقطون سريعا. اه يعني ايه بقى قصدك؟ يعني الناس ابتدت اللي كان بيجيب سين من الفلوس اه ابتدى اللي وين دول اه يجيب سين الخمسه. اه ينقص يعني يعني أوه. الاسهم بتنزل اه تنخفض. اللي بيخشوا تذاكر قلت. اه. دليل على انهم اللي بيتفرجوا م. قالوا عن الأول. وده خطر بالنسبة لهم لأنهم ما جددوش. أيوه. الضحك هو هو. م. والناس بتزهق. م. ما تيجي تسمع النكتة سمعتها المرة اللي فاتت يقول لك يوه هيقعد يقول ده على طول كده. فبيقلل الناس. فالجمهور بيقل. أحسن. فالفلوس بتقل. <applause> فرصيده بيقل أوه. فبيقعد في البيت بعد كده